ابنا اذا بتسمحوا لي الى الرياض الكاتب السعودي مبارك العاتي. مساء الخير استاذ مبارك. مساء الخير استاذ سامي، استاذ يوسف، استاذ هبه، مشاهدينا اهلا وسهلا فيك. طيب فينا نعرف منك على الاقل ما الذي جرى بين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والرئيس ماكرون؟ كل تأكيد نحن يعني الجميع بعيد عن ما جرى بالضبط هناك، لكن المؤكد أن مشاورات السعودية الفرنسية التي تطرقت للعديد من الملفات الاقتصادية بداية ومن ثم الملفات السياسية أخذت على عاتقها أيضا الملف اللبناني، ولذلك رأينا أن الوزير بن فرحان طار من باريس إلى طهران ثم عاد إلى باريس فجر يوم الأحد، مما يعني أستاذ سامي بأن الملف اللبناني بالفعل كان مطروحا في باريس وكان مطروحا في طهران. بكل تأكيد أن الرؤية السعودية كما تفضل الأستاذ يوسف قبل قليل قائمة على مواصفات وضعتها السعودية وتكررها وطرحها الوزير العلولة في آخر مشاوراته أيضا، والوزير السفير أيضا بخاري كان يؤكد على هذه النقطة. أعتقد أن الرؤية السعودية طرحت بشكل مقنع أمام الرئيس الفرنسي، ولذلك في رأيي أن المبعوث الفرنسي عندما يصل إلى بيروت غدا سيطرح أيضا أن هناك تقاربا، بدا لي أن هناك تقاربا سعوديا فرنسيا دون أن تفرط فرنسا في مرشحها، لكن يبدو لي أن السعودية نجحت في إقناع الفرنسيين برجاحة الرؤية السعودية، خصوصا أننا نشهد تطورات إقليمية إيجابية، حتى الشأن السوري أيضا بدا لي أنه سيلقي بظلاله الإيجابية، وإن كان هناك رغبة في التدخل من جديد لكن يبدو لي أن هناك أجواء إيجابية تصنع في الإقليم وتضغط على الداخل اللبناني بأن يتحرك لصالح الدولة اللبنانية ومن ثم الوطن اللبناني بعيدا عن المحاصصة الحزبية، عن المحاصصة الأيديولوجية أو المذهبية التي أضرت كثيرا بلبنان. من يتابع سير زيارة سمو ولي العهد يرى أن الطرح اقتصادي بحت بعيدا عن المجالات السياسية، وهذا يجعلنا نلقي بمزيد من اللائمة على الأشقاء اللبنانيين بوجوب تعجيل إصلاح أوضاعهم لركب المنطقة وركب أيضا القطار الذي يقود سمو ولي العهد الذي بدأ أنه يشمل كل الدول حاليا بما فيها إيران، بما فيها سوريا، بما فيها كل المنطقة دون استثناء، دون أن نستثني أحدا من المنطقة. أعتقد أنها بدأت تتفاعل إيجابيا مع الرؤية السعودية، ولذلك نقول أن السعودية بالفعل معنية بالشأن اللبناني لكن دون أن تسمي شخصا بعينه، ولا تزال الرؤية السعودية قائمة على مواصفات. الأهم هو الانتصار للدولة اللبنانية. أستاذ مبارك، انتصار للشعب اللبناني مع التأكيد. سيدي العزيز، أنا فقط أستميحك عذرا بالمقاطعة لأنه طرحت حضرتك فكرة مهمة جدا، خلينا نطورها فقط ولو بشكل سريع. كأنه فهمت منك في تنسيق فرنسي سعودي إيراني الآن بالنسبة لرئاسة لبنان، هذا واحد. اثنان، نتحدث عن المواصفات، فيك تذكرنا بما هي المواصفات التي يمكن أن يكون قد اتفقوا عليها بالنسبة للرئيس اللبناني إذا خرجنا من الأسماء؟ لأنه لما بتحكي عن رؤية الاقتصادية، الأستاذ نعمة طرح رؤية اقتصادية متكاملة منذ أيام رح نحكي عنها بعد شوي. ما هي المواصفات للرئيس اللبناني التي يمكن أن يكونوا اتفقوا عليها برأيك؟ في الاتفاق السعودي الإيراني في بكين في 10 مارس كان هناك شرط مهم جداً، وهو احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. أعتقد أن حفظ السيادة اللبنانية هذه نقطة محورية طرحتها السعودية وتمسكت بها. وتعتبر هي الرافعة الحقيقية لأن يعالج الأشقاء اللبنانيين أوضاعهم بشأن بآلية مستقلة بعيدة عن أي سياسات أو أي استقطابات إقليمية. ندرك الأوضاع وتدخلها بشأن الداخلية اللبناني، لكن بدأ أن السعودية بالفعل أكدت على وجوب احترام السيادة اللبنانية وعدم التدخل في المحاصصات اللبنانية أو التغيير حتى في آراء المكونات اللبنانية، وجعل اللبنانيين ينتخبون ما يريدون طبقا لمصالحهم طبقا لمصالح الشعب اللبناني. نقطة أخرى أريد أن أشير إليها أستاذ سامي، أرادت السعودية أن تؤكد على نقطة مهمة جدا، أن تحسن علاقاتها مع أي دولة
من الدول سواء سوريا أو لبنان لن يكون أو إيران لن يكون على أنقاض مصالح لبنان أبدا، بل يجب أن تكون مصالح لبنان ومصالح الدول العربية قاطبة مرعية في أي اتفاقيات توقعها المملكة العربية السعودية.